هلا انا بديت بكرة السلة من عمر 8 سنين 9 سنين تقريبا هيك. كانت بداياتي اني بس اتدرب بالبيت لانه الحد الهمني هو اختي صراحة، كانت تتدرب باسكت برضه من هي صغيرة، فمن هون بلشت يعني، وكنت بالساحة وهيك اضل العب. وبعدين لكبرت كم سنة صرت مع اتدرب بعد المدرسة بالافتر سكول اكتيفيتيز، وبرضه بسريت رام الله. بعد كم سنة من التدريب دخلت الفريق المدرسة والفريق تاع سرية رام الله، ومن هون بلشت بداياتي. وطبعا يعني الواحد بده يتطور، يعني مش رح انه اكفي انا كهلا لقدام، لازم الواحد يضل يتطور قد يعني لو اي مرحله وصلتها برضه لازم اتطور. واجهت عدة عقبات كتير انه اثرت، بس اثرت بانه ترفعني لمحل يعني بشكل إيجابي أثرت، اللي هي أصلاً كون قطاع النسوي بكرة السلة مهمش أو مش مهمش بس مش ماخذ حقه كفاية، فكان بدنا زي لنوصل صوتنا نتدرب أكتر، نطالب بأنه يصابوا جيمز دوريات هيك أشياء. طبعاً تطور مع الوقت. تاني إشي إجت فترة كورونا، اللي هي الفترة عن جد دمرتنا إنه بشكل كتير، لأنه قطعتنا فترة منيحة عن التدريب، وبعد هاي الفترة كان لازم نشتغل فيها منيح. التغيرات الإيجابية صارت هو إنه بلشوا يهتموا كتير أكتر، بلش يصير دوريات مستمرة، مش إنه يصير بس بالسنة مرة أو كل شهر، لا صار إشي يصير أسبوعي وشهري حتى. صار كل شيء يصير دوريات للرجال تصير برضه للنساء، تكون متنوعة تحت 16 تحت 18، يسووا كمان بطولات متنوعة زي 3 on 3 مثلا، والتقييمات اللي بتصير مع الاتحاد والفيبا وهدول، وكمان الفرص اللي قاعدين عم بعطوها انه النوادي، يعني انه لانضمام البنات والاكاديميات اللي عم تفتح، فلا يعني الوضع كثير احسن من قبل. من أهم الإنجازات اللي أثرت فيها هي دخولي مع الفريق الأول للمدرسة ودخولي مع المنتخب الفلسطيني لكرة السلة. أخذ شغل كتير ووقت كتير صراحة، ويعني كان بده عشان أوصل لهذا المحل، وكان كمان بده اجتهاد شخصي غير عن التدريب اللي بمر فيها، كان برضه لازم يكون في شغل فردي لأنه نوصل لهذا المحل. أهمية المنتخب الوطني هي فكرة بسيطة، هو إنه الواحد بس يمثل وطنه ويكون يلعب لهدف إنه يرفع اسم بلاده، يعني يرفع اسم وطنه، ويكون يلعب لهدف اللي هو إنه نوصل بالذات إحنا كبلد، مش بتحسي إنه عم بالتدريج قاعد عم تدخل بالتصنيفات الدولية لكرة السلة، إنه فالواحد يمثل المنتخب ويرفع اسم بلده كتير شيء مهم. هلا قبل المباراة بكم يوم بصير عنا تدريبات مكثفة مرات، ممكن غير عن التدريب اللي بصير يعني مع الكوتش، ممكن احنا كمان نيجي نقعد نتدرب شوتينج، نتدرب هيك لحالنا. قبل الجيم بيوم لازم انا منيح، يعني لازم، لانه عن جد هذا الشيء بيأثر على اللعب بالجيم. والاكل كمان لازم يعني حسب، اذا الجيم بالليل مثلا انه باكل الصبح واشياء خفيفه، مش لازم الواحد يتقل بالاكل لانه برضه بيعتمد على ادائي باللعب.
مهم كتير للاعب انه يكون عنده ثقافة رياضية اللي لازم يعرف برضه نقاط ضعفه فيها، ولازم يعرف نقاط قوته، لازم يكون عنده نظام غذائي، لازم يكون عارف حاله اللاعب بالضبط، لازم يعرف انه ايش لازم ياكل، نقاط ضعفه لازم يعرفها عشان يقويها ويشتغل عليها، لو كان شغل فردي بس برضه لازم انه يعرف نقاط الضعف. كرة اليد قعدنا نتدرب في فترة منيحة مع المدرسة، وهي كمان إنه رياضة بحس قريبة كتير لكرة السلة، يعني بشوفها إنه كتير منيحة وكتير بتشبه كرة السلة. الدفكة لها تأثير واضح لأنه للياقة، لياقة بتساعدني كلاعبة، بتحسن من لياقتي. بالجيم كل شيء يعني فول بودي بسوي، وبالذات يعني أكتر إشي بركز عليه هو إجري، لأنه عندي إصابة في إجري فلازم أقوي مناطق معينة لأنه أقدر أكمل. كرة السلة غيرت كتير إشياء بحياتي، ومن ضمن هاي الإشياء مثلاً لياقتي، نظامي الغذائي، و عندي التايم مانجمنت كمان صار أحسن، لأنه مع التدريب والجيمز وهي الأشياء صار لازم أوازن بين دراستي وبين كرة السلة، فبرضه حسنت من التايم مانجمنت. أكثر المواقف المستحيل أنساها لما كنا في جيم وفي بنت من الفريق الثاني صار عندها إصابة بإجرها، الكل كمل يعني حتى فريقها وبدلوا بسرعة، بس إحنا فريقنا ما كملنا، وقفنا ورحنا نشوف إيش مالها هاي البنت، وحتى في ناس منهم راحوا معها على المستشفى وهيك من فريقنا، فهاي المواقف المستحيل أنساها. في كمان لما مرة كنا يعني الفرق مش كتير بيننا وبين فريق تاني كانوا فايزيننا، وبآخر لحظة دخلت سكور فصار في بس فرق نقطة بين الفرقين، فهذا كان شيء يعني كتير حلو. جود مش بس بتعرف تلعب كرة سلة، تعالوا أعلمكم كيف تسووا قلاي. علاقتي بالمطبخ
منيحة بس يعني مش كثير، يعني ما بعرف أسوي كل شيء، يدوب أشياء بسيطة كثير زي سلطة، أشياء مبدئية هيك. صراحة كثير حلوة جد، يعني كانت تجربة حلوة ويعني بتمنى أعيدها لأنه جد انبسطت. أكيد في أشياء زي إنه المفروض دايماً يصير في فعاليات مستمرة وفعاليات شهرية أو حتى أسبوعية للنساء في كرة السلة، سواء كانت دوريات، تحديات للمهارات، ولازم تكون لجميع الفئات العمرية، غير عن إنه النوادي لازم تشتغل أكثر لأنه تجيب ناس من هم صغار ليبلشوا يأسسوهم على مرحلة كبيرة، ولازم يحاولوا يطلعوا النساء مشاركات دولية أكثر كمان عشان ينعرفوا وإنه اسمهم يطلع يعني لبرا البلد. أنا كلاعبة ما عمري بحس إنه في نسبة رح أوصل لنسبة رضا عن حالي 100%، لأنه اللاعب ما عمره بوصل لمرحلة إنه هو خلص كرة السلة أو هيك، دائماً في نقاط لازم الواحد يضل يطورها. بالأول لازم اللاعب يطلع على نقاط ضعفه ولازم يعرفها، وكونه لاعب بلعب له وقت طويل المفروض هو لاحظ إيش نقاط ضعفه، والمفروض إنه يشتغل عليها منيح ليقويها. الرياضات اللي عم بلعبها زي أو نشاطات زي الدكة بتضيف لي كتير أشياء وبتحسن لي لياقتي، وكمان بتحسن الحياة الاجتماعية تاعتي، يعني بتعرفني على كثير ناس من بيئات مختلفة أعمار مختلفة، بتجمعنا كلنا بقاعة واحدة. كمان شوي حابة أوصل لإني أصير أشارك ببطولات دولية وأمثل وطني بهاي البطولات. من الناس أو اللاعبين المحليين بشوف لعب إبراهيم حبش وسني سكاكيني، كتير بشوف لعبهم حلو وبخدهم كقدوة في كرة السلة. اللاعبين العالميين بشوف كتير ناس بلعبوا بالNBA كمان، بخدهم زي برضو قدوة زي جوردن، لبرون وكثير لاعبين. بعد سنوات عديدة من لعب كرة السلة، لما وقف قدام المراية بحكي لحالي إنه لازم أتطور، لازم يعني ما لازم أوقف محل معين، ولازم أضل أشتغل لحالي قد ما بقدر لأوصل اللي بدي إياه. جود، رسمة جاهزة. كثير حلوة عن جد، كثير كثير ما اشترك نفس الشيء بالظبط، نفس الصورة. Thank you.
Yeah.